في الفلسفة هناك علم المقارنات أو ما يسمى أيضا بالفلسفة العابرة للثقافات. أما في كرة القدم فهناك فلسفة مختلفة متغيراتها أوجدتها المقارنة بين أرقام وأهداف عابرة للقارات. وعلى أرض الدوحة وتحديدا باستاد لوسيل نصب ميزان العدالة تحت أنظار جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تقليد وسام الاستحقاق لأفضل لاعب في البطولة بعد معرفة المتوج بالكأس. ومن هنا بدأت لغة الأرقام تتحدث عن نجمين من قارتين مختلفتين، واحد بزغ نجمه منذ سنوات طويلة وآخر تلوح تباشيره في أفق المجرة الكروية. الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والشاب الفرنسي الواعد كيليان مبابي. ومن أجل إنصاف الخبرة من الطموح فالتاريخ يقول إن مبابي كان يبلغ من العمر 11 عاما عندما توج ميسي بالكرة الذهبية عام 2009، وبعدها بسنة قاد منتخب بلاده للمشاركة بكأس العالم بجنوب إفريقيا وخرجوا من الدور الربع النهائي قبل أن يبلغ النهائي رفقة التانجو بكأس العالم عام 2014، إلى أن الماكينات الألمانية وقفت في طريق ميسي. لكن من جهة أخرى من احتكم لمشورة العقل فيقول إن كيليان مبابي توج بكأس العالم رفقة الديوك الفرنسية وعمره دون 20، أفلا يستحق الثناء وهو الذي تميز عن البرغوث ميسي الذي لم يعانق كأس العالم رغم أنه بلغ عتبة 35 من العمر. صحيح أن طريق مبابي لا يزال طويلا للوصول إلى المجد الذي بلغه النجم ميسي على صعيد الأندية، فسبع كرات ذهبية تختصر التاريخ، لكن فارق العمر يبعث بالأمل لجوهرة باريس سان جيرمان السائر في نفس مسار رفيقه بالنادي الباريسي. يتقاسم ميسي ومبابي صدارة قائمة هدافي النسخة 22 لبطولة كأس العالم بقطر برصيد 5 أهداف لكل منهما، حيث يفصلهما هدف وحيد عن أقرب ملاحقيهما أوليفي جيرو مهاجم منتخب فرنسا. من مجموع 6 مباريات ببطولة العالم صام ميسي عن التهديف في مباراة واحدة، ومن مجمل أهدافه 5 سجل 3 عن طريق ركلات الجزاء، بينما كيليان مبابي جانبه الحظ في التسجيل في 2 أمام كل من المغرب وتونس، فيما وثق باقي الأهداف في المواجهات الأخرى، حيث بصم على ثنائية أمام كل من الدنمارك وبولندا مع هدف وحيد أمام استراليا. ليونيل ميسي الذي استطاع تجاوز هداف المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم غابرييل باتيستوتا ب11 هدفا، هل يستطيع الانتصار على كيليان مبابي اللاعب الصاعد الذي تفوق على الأسطورة البرازيلي بيلي في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهما في بطولة كأس العالم قبل 24؟ ف9 أهداف كاملة وقعها مهاجم الديوك خلال نسختين متتاليتين بهذه البطولة، وشهيته تبدو مفتوحة خلال النهائي. المشهد الختامي لكأس العالم بقطر في الأخير سيفصل في حرب الأرقام بين اللاعبين وأماني المشجعين. إذن